والله يا جماعة اني مستانس على التحديث الجديد حق السناب، خلي الواحد على راحته سولف على كيفه. اول كان 10 ثواني وكاني مطرود اقدر اسولف، حلا على راحتي وعلى كيفي. بقول لكم بعض القبائل العربية اللي انا اعرف: خطلان ليدي، وسامة عصا الجار، وداية جارها عن جدارها قبيلة الدواسر، لطامة العايل، ذباحة الحايل، الهيلة قبيلة عتيبة، اهل البيوت الكبار نزالة القرار، إلى جلسوا سلاطين وليركبوا شياطين قبيلة العجمان، كبار الصحون وساع الطعون، طنايا سناعيس قبيلة شمر، مروية السيوف، مكرمة الضيوف، حرابة الدول قبيلة حرب، لبوسهم قز وطعنهم خز، على دوايل قبيلة عنزة، كبار البيوت أهل السموت قبيلة بني خالد، طيبين المبادي وكعام المعادي، ذباحة الروم قبيلة السهول، مدلهة الغريب وموردة الشريب، خيالة العرفة قبيلة سبيع، شرابة القليب، منزحة الحريب، حمران النواظر قبيلة مطير، ما فيها دليل ذباحة جبانها قبيلة يام، أهل السبيب المدلي والضعن المفلي، إشعطان الموت أهل البويت قبيلة الظفير، حماية التالي نزالة العالي، سهوم المنايا قبيلة البقوم، أبعاد النجوع وكبار الجموع، لباسة الجوخ وذباحة الشيوخ، عوال الشايب قحطان، خلان الأشدة خزنة الظفر قبيلة بني هاجر، رعاية القفار عسافة المهار، فكاكة الحيزة يوم الحاكم جار قبيلة زعب، لباسة الجنبية عيال الجنية، بعيدين المغازي وذباحة الجوازي قبيلة المرة، معدلين المايل وكاسبين الطايل، منزحين الخصيم قبيلة بني ثمين، عسكر البارود درع الحجاز قبيلة هذيل، شرابة الدم وعيال العود قبيلة الشرارات، كثيرين الفزاع ومشبعين الجياع قبيلة الرشايدة، أولاد عطا قبيلة العوازم، جمرة العرب لاد حارث قبيلة بلحارث، كثير عددهم وباسهم شديد، خيالة الكميت قبيلة غامد، رجال المواهيب ربعي أقضاعة قبيلة بلي. إلى هنا أنا أوقفه.